نواصل مع الأخبار الثقافية، وين انطلقت البارحة فعاليات الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية وسط حضور جماهيري وإعلامي وفني كبير، وين تعيش تونس طيلة أسبوع كامل وتحديدا من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري على وقع واحد من أكبر المهرجانات الثقافية السينمائية على الساحة الفنية العربية والإفريقية. هذا وسجل حفل الافتتاح حضور ثلة من المخرجين والفنانين للمشاركة في فعالياته على غرار النجمة التونسية درة زروق والممثلة الأردنية صبا مبارك وكل من الممثلين نيلي كريم وليلى علوي من مصر. مش عارف ازاي مهرجان بالجمال ده كان غايب عني، وسعيد جدا جدا ان انا فيلمي في الافتتاح، يعني ده شرف كبير واشكركم عليه، ويا رب ان شاء الله نكون اسعدنا الجمهور. ننتظروا في دوره ناجحه، وننتظروا في دوره يعني تعبر عن حبنا للسينما كلنا كسينمائيين أو كجمهور، وتكون منظمة ومشرفة. يعني كرزق البليك هو فيلم للمخرج حبيب المسلماني، شركة الإنتاج رضا التركي، إن شاء الله نهار الاثنين 6 متاع العشية في البالاس باش يتعدى، عندي فيه مشاركة إن شاء الله نكون في المستوى، معنا ممثلين معناتها بطولة العروس الزبيدي، عبطيف بوعلاك، صالح جدي، وحيدة الدريدي، ان شاء الله معناتها موفقين ان شاء الله. بالنسبه للجي سي سي السنه النظام خير من عامنا، والمنظمه الدنيا سيكوريتي خير ابارتير من برشلونه وباساج ديجا جور تلقى برشا سيكوريتي. حسب ما شفنا فما تطور على عامنا والخير برشا في ناحيه التنظيم، معناتها الشوارع كيفاش مقسمه ومنظمه، معناتها سيكوريتي في كل بلاصه. اذا انطباعات باهيه تقريبا على اول يوم من مهرجان قرطاج السينمائي. ان شاء الله تتواصل الانتباهات البيئة ملغي فدوى. كل عام احنا الصحفيين راهو نلقاو رواحنا عندنا مشاكل مع المنظمين نتاع ايام قرطاج السينمائيه، وما نعرفش علاش دايوغ ديما احنا اللي تنسالنا لي بادج نتاعنا ولا غيره، ولا نلقاو رواحنا ما نلقاوش حتى وين نمشي ولا وين نقعدوا معاهم. هذايا بالنسبه للمسائل التنظيميه. حاجه اخرى، فما برشا وجوه توانسه ممثلين كبار وفنانين كبار، كل عام نسالوا وينهم، وكل عام نقولوا بالك شي العام اللي من بعده يجيو. ما جاوش اسماء زيدة اسامي كبيرة تونسية ممثلات وممثلين وفنانات وفنانين. ان شاء الله المانع خير، ان شاء الله ما يكونش المانع ما وصلت لهمش انفيتاسيون للجي سي سي. سينو احنا نتمناو انه ينجح تنظيميا، على خاطر راهو اليوم البلدان اللي تنجح في تنظيم التظاهرات الثقافية الكبيرة هذه تنجح بعد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، راهو هذية فيترينا مهمة برشا لكل بلاد. ونعرفوا اللي اليوم مثلا في المغرب عملت نقلة نوعية اقتصادية وسياحية وغيره بموازين، علاش احنا اليوم ما نخدموش المهرجانات متاعنا، ما نفرحوش بهم، ما نمشيوش احنا الكل باش نواكبوا التظاهرة هذية. وان شاء الله كما قلت لك يكون دورة ناجحة لجي سي سي 2017.